السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41 و400 وألف، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة المني، والجنابة المني، لأنه إذا خرج جانب محله المستقر فيه، لأنه إذا خرج جانب محله المستقر فيه من البدن فباعده بانفصاله عن البدن، فباعده بانفصاله عن البدن، أي خروجه من مخرجه المعروف، أي خروجه من مخرجه المعروف، ثم جعل اسما للحال التي تعتري الإنسان إذا خرج منه منيه، ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الإنسان إذا خرج منه منيه، ولو حكما فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا وصف قائم بالبدن ناشئ من خروج المني، ناشئ من خروج المني بلذة أو انتقاله أو التقاء الختانين. فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه وصف قائم بالبدن، فهو معنوي غير حسي، والآخر أنه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة أسباب، الأول خروج المني من مخرجه بلذة، إلا في حق نائم ونحوه، كما سيأتي بيانه، فلا تشترط لذتهم. والثاني
انتقال المني ولو لم يخرج، انتقال المني ولو لم يخرج، بأن يحس المرء بحركته، بأن يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجه، بأن يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج. ويحس الرجل بانتقاله أقوى في ظهره، ويحس الرجل بانتقاله أقوى في ظهره. وتحس المرأة بانتقاله أقوى في ترائب صدرها، وتحس المرأة بانتقاله أقوى في ترائب صدرها. فالانتقال وجود حركة دون خروج مني، فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين، والثالث التقاء الختانين، وهما قبل الرجل والمرأة، وهما قبل الرجل والمرأة بلا إنزال، بلا إنزال، فلا يتدفق المني من مخرجه، فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم، وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغييب حشفة أصلية متصلة، تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، بلا حائل في فرج أصلي. وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع الحديث. ووجود المني في السبب الأول حقيقي، ووجود المني في السبب الأول حقيقي، لأنه يبرز ويخرج بائنا من الفرج، لأنه يخرج ويبرز بائنا من الفرج، أي منفصلا عنه ظاهرا منه، أي منفصلا عنه ظاهرا منه. أما في الثاني والثالث فهو حكمي، أما في الثاني والثالث فهو حكمي، إذ لا وجود للمني بارزا، إذ لا وجود للمني بارزا من البدن. ستارة يحس بحركته كما في الثاني، كما في السبب الثاني، فتارة يحس بحركته كما في السبب الثاني، وتارة يؤتى من الأفعال ما يؤدي إليه لكنه لا يخرج، وتارة يؤتى من الأفعال بما يؤدي إليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث. وهذا معنى قولنا المتقدم إذا خرج منه منيه ولو حكما، وهذا معنى قولنا المتقدم إذا خرج منه منيه ولو حكما، أي ولو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج، أي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، وقد ترجم بها المصنف أيضا في عمدة الأحكام الكبرى،
وقد ترجم بها المصنف أيضاً في عمدة الأحكام الكبرى، وهو مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الأحكام ففي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخرقي في مختصره وأبي محمد بن قدامة في عمدة الفقه والكافي لأن الغسل هو الحكم الشرعي الأعلى المرتب على الجنابة متعلقاً بكتاب الطهارة ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل ويذكرون فيه موجبات الغسل وأنواعه وسائر أحكامه وهذا هو المراد من الترجمة قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة أي أحكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة أي أحكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى كلامه. وموجبات الغسل المذكورة في أحاديث الباب نوعان أحدهما خروج المني من مخرجه والآخر علاج الحشفة في الفرج وسيأتي بيانه. وما مضى من القول فيه بيان أصل نافع في إدراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة، فإن العلم على اختلاف أنواعه ينشأ شيئاً فشيئاً، فيبتدئ من قليل وينتهي إلى كثير، وتتغير في هذا مسالك أهله في وجوه ترتيبه وبيانه. فتطور العلوم زيادة على إدراك مبتدئها يجعل الآخذ للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه، ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا
من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى، فإنها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة أنحاء. أولها باب الجنابة، وثانيها باب الغسل من الجنابة، وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة، لأنه أكثر موجبات الغسل وقوعاً، وأكثرها شيوعاً. ثم ترجم بما يجب على العبد إذا أجنب، فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما تزايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته أوسع من قصرها على الغسل من الجنابة، فإن موجبات الغسل أنواع كثيرة، فبوبوا بعد بقولهم باب الغسل لتكون الترجمة الثالثة أتم وأكمل. وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة أو غيرهم، وهذا التطور تارة يجيء في التراجم، وتارة يجيء في المسائل من جهتين، إحداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب، من جهة الفروع المذكورة في الباب، فيذكر فيه شيء ثم يزاد بعده شيء ثم يزاد بعده شيء آخر حتى يستتم الباب. والجهة الأخرى من جهة الألفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله، من جهة الألفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله إلا باعتبار هذا الأصل، وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته. وأنا أضرب لك مثلا آخر يبين لك شرف هذا المقام، شدة الحاجة إليه لمن أراد أن يكون إدراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، بأن سأله عن أشياء ثم أمره علي بأن ينحو هذا النحو، وجمع السيوطي الآثار الواردة في مبدأ النحو في جزء لطيف تقدم إقراؤه وشرحه في إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد. فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله أبو الأسود، فقيد شيئا من مسائله ثم زاد عليه من بعده إلى أن استتم النحو بصورته التامة. وفي أثناء بناء النحو كانت تراجمه تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النحاة قولهم إن أول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من؟ أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحو أولا، ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في أثناء ذلك من تجدد تراجمه
ومسائله المذكورة في أبوابه والألفاظ المعبر بها عن تلك المسائل يجعل إدراكك العلم إدراكاً صحيحاً ولا تقع في الغلط. فإن من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على أهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين إذا وجدوا عالماً يعتنون بكتابه نشراً بما يسمى تحقيقاً يقول عن حديث لأبي هريرة وتابعه أيضاً أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه أو قريباً منه، فإنهم يبادرون إلى التعقيب على المصنف بقولهم إن المذكور هنا إيش؟ شاهد وليس متابعة، لما تقرر من صورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين. ومن عرف تطور الألفاظ عند المحدثين وجد أن القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد، وتجد في البخاري خاصة في غير موضع من صحيحه أن يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه أبو هريرة أو تابعه فلان، فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والألفاظ المعبر بها عن ذلك وقع في الغلط على أهله. ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه، فأمكنه أن يتصرف فيها مدا وردا، وصار أيسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. وأما الجاهلون هذا فإنهم يروجون دعوى الاضطراب بين كذا وكذا، حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد، فتجد من الناس من يقول مثلا إن أهل السنة مختلفون في تقسيم التوحيد، فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد والطلب، وأن منهم من يجعله ثلاثة أقسام هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويزعم أن ذلك اختلافاً بينهم، وهذا غلط عليهم، إذ الأمر ليس اختلافاً إلا من جهة الألفاظ. فهؤلاء أناطوا القسمة الثنائية باعتبار، وأولئك أناطوا القسمة الثلاثية باعتبار آخر، فصحت القسمتان، فأولئك قسموه باعتبار ما يجب لله، وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي نشأ الغلط والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده أنموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة، أنها كانت أولا عند الحنابلة باب الجنابة، ثم صارت باب الغسل من الجنابة، ثم استقرت باب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت أعيد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه. أحسن الله عليكم. وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟
قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي أحسن الله بكم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 مرات أو قال 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو قال 3، ثم تمضمض واستنشق أو قال. قال الأخ أو قال، قال الشيخ محمد أو قال، وذكرنا أن هذا يؤتى به إذا كان على وجهه إيش الشك، لكنه قال قال ما قال قالت، مع أن المتحدثة امرأة هي ميمونة، فلماذا؟ وش درينا؟ تحتاج دليل. لا احنا نبهنا على هذا بالذات. ها ارفع صوتك. اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة، فالأكمل أن يقال قال، يعني الراوي، سواء كان هذا الشك من راويه الأعلى وهي ميمونة أو ممن دون ميمونة. نعم. صلى الله عليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. كنت أغسل الجنابة، يعني إيش؟ المني. أنا الجنابة هنا المني، هذا وقع على ما هو عليه مطابقة. أحسن الله عليكم. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده رضي الله عنه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه:
كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يفرغ على رأسه صلى الله عليكم، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثا، دون الماء، يفرغ على رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 9 أحاديث، وكلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، وكلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، إلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة، إلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة الحديث، وحديث جابر الأخير، وحديث جابر الأخير. والأحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الأحاديث المذكورة 10 أحكام، والأحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الأحاديث المذكورة 10 أحكام. فالحكم الأول أن بدن الجنب طاهر، فالحكم الأول أن بدن الجنب طاهر، فالحدث لا يقتضي تنجيسه، فالحدث لا يقتضي تنجيسه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين، ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها لله، تنزيها لله عما لا يليق بجلاله، تنزيها لله عما لا يليق بجلاله، استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من أحكامه سبحانه، استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من أحكامه سبحانه. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أي لا تصير عينه نجسة، أي لا تصير عينه وهي ذاته ونفسه نجسة، حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا بأي حال من الأحوال، حيا ولا ميتا بأي حال من الأحوال. وإذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاض والدمع طاهرة أيضا، وإذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاض والدمع طاهرة أيضا، وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه، وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه.
وقول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست، وقول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة، هو بنون ثم خاء معجمة ثم سين، بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة، أي انصرفت عنه مختفيا، أي انصرفت عنه مختفيا. فالانخناس الانقباض والتأخر، فالانخناس الانقباض والتأخر. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الإشارة إلى تفسير المصنف للكلمة المذكورة، ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الإشارة إلى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة واقعاً في إحدى النسخ، واقعاً في إحدى النسخ أنه قال انخنس انسلى، أنه قال انخنس انسلى، انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب بخفية، والانسلال هو الذهاب بخفية، وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست، وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست، ففيها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت، ففيها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة، فقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروحها المعتمدة من هذه الزيادة، فلا وجه لإثباتها، فلا وجه لإثباتها في كلام المصنف من كتابه، فلا وجه لإثباتها في كتاب المصنف من كلامه. بيان هذا القول الذي مضى أن إحدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة برينستون في أمريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله، وهي نسخة عتيقة، أثبت في حاشية لها أنه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل، يعني وين وقعت؟ في حاشية النسخة العتيقة. والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة، وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة، فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا؟ يعني الآن هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ما قالها؟ كيف؟ هذه نسخة عتيقة وكاتب عليها، كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه خنسا سلا. شهرة ايش؟ شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل. كلام المصنف ليش ما ذكر يعني؟ ليش ما نثبت الداخل؟ نعم أحسن. ووجه عدم إثباتها أنه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عليه، ووجه عدم إدراجها أنه اتفق ذكره لها عند قراءة الكتاب عليه، فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم،
فألحق في حاشية النسخة ولم يدخل في صلب الكتاب، وهكذا ينبغي أن يكون، وهكذا ينبغي أن يكون. وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه المشهورة إذ خلت من كلامه ذلك، واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك، هذا ليس كل شيء يدخل، في أشياء تدخل وأشياء لا تدخل، فإثبات كلام مصنف ما يحتاج إلى دراية بأصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. وأقدم من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون في آداب كتابة الحديث، فوضعوا قواعد وأصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخه. ينبغي أن يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الأصول، ثم ما تزايد بعدها من القواعد والأصول المقررة في علم البحث المعاصر. والحكم الثاني أن صفة الغسل الكامل أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أن صفة الغسل الكامل أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو استباحة الصلاة ونحوها، ثم يسمي قائلا بسم الله، ثم يسمي قائلا بسم الله كوضوء في ذلك كله، وقد تقدم كوضوء في ذلك كله وقد تقدم. ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل إدخالهما في الإناء، خارج الماء قبل إدخالهما في الإناء، ويصب الماء بيده اليمنى على شماله، ويصب الماء بيده اليمنى على شماله، لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت غسل يديه، أنها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت فأكفأ بيمينه على يساره، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو قال ثلاثة، مرتين أو قال ثلاثة. ومعنى قولها فأكفأ بيمينه على يساره أي صب الماء بيده اليمنى، ومعنى قولها فأكفأ بيمينه على يساره أي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. وأو في قول مرتين أو ثلاثا للشك، وأو في قول مرتين أو ثلاثا للشك. ووقع في رواية ابن ماجه فغسل كفيه ثلاثا دون شك، وقع في رواية ابن ماجه فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة، ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة كالعكس على الأصح، كالعكس على الأصح. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة، ويعتبر لكل منهما نية مستقلة، وإن نواهما كفى، وإن نواهما كفى. فالمذهب عند الحنابلة
أنه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل، فالمذهب عند الحنابلة أنه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا، أن يغسل كفيه ثلاثا لجنابته، وثلاثا لاستيقاظه من نوم، ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل، فإن نواهما معا أجزأه، فإن نواهما معا أجزأه، وكفاه عنهما فعل واحد، وكفاه عنهما فعل واحد، فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط، فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فإن نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه أن يغسلهما عن الاستيقاظ أيضا، فإن نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب أن يغسلهما عن الاستيقاظ أيضا. وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه أن يغسلهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية أحدهما، وقيل يجزئ غسلهما بنية أحدهما، وهو المختار، وهو المختار. فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة أو عن الاستيقاظ من نوم الليل ناقض لوضوء أجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني أو نجسا كالمدي، ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني أو نجسا كالمدي، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت ثم غسل فرجه، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت ثم غسل فرجه، أي لإزالة ما لطخه من أذى، أي لإزالة ما لطخه من أذى. فإن كان على غيره من بدنه كفخذ وساق غسله أيضا، فإن كان على غيره من بدنه كفخذ وساق غسله أيضا، أي لو قدر أنه وجد من الخارج منه حينئذ من مذي أو مني شيء علق بفخذه أو وقع على ساقه فإنه يغسله في هذا الموضع، لأنه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالأذى. ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط، ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها، اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت ثم ضرب بيده الأرض، أنها قالت ثم ضرب يده بالأرض، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، قاله مرتين أو قال ثلاثا، وأو للشك كما تقدم، وأو للشك كما تقدم نظيره. وأكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث، وأكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث، لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه، لا مجزوما به ولا مشكوكا
فيه، وموجب الضرب بيده على الأرض أو الحائط إزالة ما يظن بقاؤه، وموجب الضرب بيده على الأرض أو الحائط إزالة ما يظن بقاؤه عالقا بها من رائحة أو غيرها، مبالغة في التنظيف، وفي معنى الضرب اليوم الصابون، أو إمرار ليف ونحوه، ويتأكد هذا إذا كانت الأرض أو الحائط ملساء لا ينتفع بالضرب فيها، وبيان هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوت ثرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الأرض أو الحائط لإزالة ما يعلق من رائحة أو غيرها. ومثل هذا أيضا اليوم الصابون، لأنه يوصل إلى الغاية المطلوبة وهي إزالة العالق وتطيب اليد، ومثله أيضا الليف أو غيره من الأشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا أي استعمال الصابون أو الليف إذا كانت الأرض أو الحائط ملساء لا ينتفع بها في إزالة ما علق، وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس، فإن أرضها وحائطها صار أملس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور، فيفزع إلى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون أو الليف ونحوهما. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة، والوضوء بالضم الفعل، أي غسل الأعضاء، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، فالأول هو المذكور في حديث عائشة، والثاني هو المذكور في حديث ميمونة أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وإن اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين جاز، فإن ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها إلا هذا، والمراد بالذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان إلى المرفقين، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا، فيخلل شعره بيديه، فإذا روى
بشرته أي جلدة رأسه أفاض الماء عليه، فإذا روى بشرته أي جلدة رأسه أفاض الماء عليه ثلاثا، أفاض الماء عليه ثلاثا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفاض على رأسه الماء، ولم تذكر عددا، ولم تذكر عددا، فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الآخرين، فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الآخرين أنها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا، أنها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا. وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده، وصفة تخليل شعره بيده أن يدخل كفيه مفرقتي الأصابع، أن يدخل كفيه مفرقتي الأصابع في أصول شعره، في أصول شعره، وهي أسافله الخارجة من بشرة الرأس، وهي أسافله الخارجة من بشرة الرأس. فمن أراد أن يخلل شعر رأسه بيديه يعمد إلى كفيه فيفرق أصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة، ثم يغرزها في شعره حتى تصل إلى أصول الشعر، وهي سافل الشعر الخارجة من الرأس يعني النابتة منه، فيدخلها فيها، فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه، ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. وإرواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع، وإرواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع أي تمتلئ ويظهر شبعها، أي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا بإفاضة الماء عليها، ويكون هذا بإفاضة الماء عليها أي صبه وافرا متتابعا، أي صبه وافرا متتابعا. وتنقض المرأة شعرها، وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره، فتحل ضفائره في حيض ونفاس، في حيض ونفاس، وجوبا لا في جنابة، وجوبا لا في جنابة، فيكفيها فيها الإفاضة، فيكفيها فيها الإفاضة. وعنه أنه لا يجب في الحيض والنفاس أيضا، وعنه أنه لا يجب في الحيض والنفاس أيضا، وهو المختار، وهو المختار، فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها، فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها وباطنه من غير نقض، وباطنه من غير نقض، فإن لم يصل وجب نقضه حتى في الجنب، وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة
أن غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس، فإنهم لم يوجبوا النقض بحل ضفائر شعر الرأس في الجنابة، فيكفيها أن تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره. وأما في الحيض والنفاس فإنهم يوجبون النقض، والمختار أن الثلاثة سواء، فلا يجب على المرأة أن تنقض ضفائر شعر رأسها إذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا نفاس، بشرط أن يصل الماء إلى بشرتها فتتروى وتتشبع، فإن لم يصل وجب النقض ولو كان في جناب، فإن لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة. ويعم بدنه غسلا، ويعم بدنه غسلا فيشمله كله بإفاضة الماء، فيشمله كله بإفاضة الماء عليه، فيشمله كله بإفاضة الماء عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثم غسل سائر جسد، سائر جسد، أنها قالت: ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: ثم غسل جسده، ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا، وقيل مرة وهو المختار، وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب المعروف عند الحنابلة أنه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا، وعند الحنابلة في قول آخر أن ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس، وأما البدن فيغسل مرة واحدة، وهو المختار أنه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده، سائر جسده باقيا، ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيا، فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان أو كثيرا، فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان أو كثيرا. ويندب دلك بدنه بيديه، ويندب دلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جسده كله، ليصل الماء إلى جسده كله، ولا يجب، ولا يجب. وإذا اغتسل تفقد أصول شعره، وإذا اغتسل تفقد أصول شعره، وداخل أذنيه، وداخل أذنيه، وتجويف غضاريفهما، وتجويف غضاريفهما، وما تحت، وما تحت حلقه وإبطيه، وما تحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وعمق سرته، أي ما امتد داخلها، أي ما امتد داخلها، وما بين جانبي مؤخرته، وما بين جانبي مؤخرته، وطي ركبتيه، وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر إلى تأكيد وصول الماء إليها، وهذه المواضع من البدن تفتقر إلى تأكيد وصول الماء إليها، فذكر الفقهاء أنه يتفقدها إذا اغتسل لئلا يترك شيئا منها
لم يصله الماء، ويغسل قدميه ثانيا في مكان آخر، ويغسل قدميه ثانيا في مكان آخر، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. ومعنى تنحى أخذ ناحية، ومعنى تنحى أخذ ناحية، فتباعد إلى مكان آخر، فتباعد إلى مكان آخر غير الذي كان فيه، غير الذي كان فيه. وعنه أنه يغسلهما في مكان آخر إن خاف تلوثاً لا مطلقاً، وعنه أنه يغسلهما في مكان آخر إن خاف تلوثاً لا مطلقاً، أي إذا خاف لصوقاً لتراب أو شعر فإنه يغسلهما في مكان آخر، فإن لم يخف غسلهما في المكان نفسه، فإن لم يخف غسلهما في المكان نفسه، وهو المختار، وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الأول في الوضوء، وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الأول في الوضوء الكامل الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما لإزالة ما علق بهما من تراب أو شيء نازل من جسده كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء أولاً ثم عند الفراغ من الغسل ثانياً هي الأكمل، وتثنية غسلهما في الوضوء أولاً ثم عند الفراغ من الغسل ثانياً هي الأكمل. فإذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة، فإذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة، وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل أن ينوي ويسمي ويعم بدنه كله، ويجزئ من الغسل أن ينوي ويسمي ويعم البدن كله، ومنه رأسه مرة واحدة، ومنه رأسه مرة واحدة، فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه، فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالأنف والفم. أما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب، أما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل باطن شعره، ويغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله، ويغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله، والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا، والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، أي رفعها وبدوء ما تحتها، أي رفعها وبدوء ما تحتها، لأن له حكم الظاهر، لأن له حكم الظاهر.
فالمذكور فيما سلف أولا هو الغسل الكامل، لأنه الوارد في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، ومن عرف الغسل الكامل احتاج أن يعرف الغسل المجزئ، فذكرناه بعد. وملخصه أن مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها، ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله، ويغسل ظاهر بدنه ومنه الرأس، ويشمل بغسله باطن شعره وظاهره ومسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف، فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج في هذا أن يغسل ما له حكم الظاهر مثل مضمضة فمه واستنشاق أنفه، وكذلك حشفة أقلف، وسيأتي معنى الحشفة، فإنما تحتها يمكن أن يبرز إذا شمرت، يعني إذا رفعت. فيتنبه إلى أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل المجزئ، فلو عمد أحد إلى إفاضة الماء على بدنه بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق، فإنه يكون حينئذ باقيا على جنابته، لأنه بقي منه أن يتمضمض ويستنشق، واضح؟ فلو قدر أن أحدا فعل ذلك ثم خرج إلى المسجد فصلى صلاة الفجر بذلك، فصلاته حينئذ تكون باطلة، فإن تذكر هذا في أثناء خروجه ثم رجع إلى البيت أو عمد إلى الميضة في المسجد فتمضمض واستنشق ثم صلى، فإن صلاته تكون قولان. طيب، اللي يقول باطلة لماذا؟ نعم، عدم الموالاة. واللي تقول باطلة أنت لماذا؟ طيب، هو جاب تمضمض واستنشق. طيب، واللي يقول صحيحة إيش؟ لأن والذي يقول صحيحة هو الصحيح، لأنه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى أن الموالاة والترتيب يسقطان في غسل لا وضوء، إذا فعل ذلك أجزأ. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا الباب ولا سيما النساء في الشتاء، وهو أن من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم أصبح فأفاض الماء على جسده، فإنه يجزئ عنه لأنه اغتسل غسلا كاملا، فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث أنه يباح تنشيف أعضاء مغتسل، أنه يباح تنشيف أعضاء مغتسل أي تجفيفها، أي تجفيفها بما يذهب برطوبة الماء، بما يذهب برطوبة الماء كخرقة ونحوها، كخرقة ونحوها، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فأتيته بخرقة فلم يردها. وقوله يردها بضم الياء وكسر الراء، بضم الياء وكسر
الراء وإسكان الدال من الإرادة، وإسكان الدال من الإرادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لأمرين، وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لأمرين. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح، أنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح، والآخر أنها قضية عين، والآخر أنها قضية عين، أي واقعة معينة، أي واقعة معينة. فيحتمل أنه لم يقبل الخرقة، فيحتمل أنه لم يقبل الخرقة لشيء يتعلق بها، لشيء يتعلق بها، أو لاستعجاله صلى الله عليه وسلم، أو لاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي إيش؟ ما الجواب؟ نعم نعم، القطعة من الثوب، والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولته ثوبا، وقع في البخاري فناولته ثوبا، وهو من ذكر الشيء باسمه العام، وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم، فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين أيضا أتي بمنديل، وفي الصحيحين أيضا أتي بمنديل، وهو تعيين لنوع خرقة الثوب، وهو تعيين لنوع خرقة الثوب، أنها تستعمل منديلا، أنها تستعمل منديلا. ويبينه رواية أبي عوانة الإسرائيني في مستخرجه على مسلم، ويبينه رواية أبي عوانة الإسرائيني في مستخرجه على مسلم أنها قالت فأتيته بثوب، يعني بالمنديل، أنها قالت فأتيته بثوب يعني بالمنديل. فالمنديل خرقة من ثوب، فالمنديل خرقة من ثوب، واضح؟ يعني هذا منديل وهذا المنديل خرقة، والخرقة من ثوب، واضح الصلة بين الألفاظ الثلاثة. ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فأعطيته ملحفة، فأعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها، والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها، والملاءة العباءة، والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم، ورواة هذا اللفظ ثقات، ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب، والآن صار إيش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية دي؟ فهم سعد؟ ها؟ لا لا، هو نفس الشيء، هو نفس القطعة، ما في غيرها، يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك. نوع الثوب قبل شوي قلنا منديل، هي خرقة من ثوب. عبد الله ايش يعني؟ انت قربت.
فكأن المنديل كان كبيرا يصلح أن يلتحف به، كأن المنديل كان كبيرا يصلح أن يلتحف به. فانتظمت معاني الألفاظ الأربعة: الثوب والخرقة والمنديل والملحفة. فانتظمت معاني الألفاظ الأربعة: الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم، رحمك الله، ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم، فيباح تنشفهما، فيباح تنشفهما، وتركه أفضل، وتركه أفضل، إلا الميت فيستحب تنشيفه، إلا الميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به، لئلا يبتل كفنه فيفسد به، ولا ينجس ما نشف به، ولا ينجس ما نشف به، يعني الميت. والحكم الرابع أنه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه، أنه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: فجعل ينفض الماء بيده، فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتزاز، والنفض تحريك واهتزاز. فالنافض الماء بيديه يحركهما على بدنه، فالنافض الماء بيديه يحركهما على بدنه، ويدفع الماء عنه، ويدفع الماء عنه، فيهتز بذلك ويسقط، فيهتز بذلك ويسقط قطره، ويسقط قطره. أما نفض مغتسل يده فيكره، أما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى: ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه، ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه، يعني أن المغتسل تارة يكره له نفض الماء وتارة لا يكره، فيكره نفض الماء إذا كان نفضا ليده، ينفض يده فهذا يكره، وأما نفضه الماء عن جسده بأن يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة، وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره أيضا نفض يديه، وقيل لا يكره أيضا نفض يديه، كما لا يكره نفض الماء بهما، كما لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه، وهو المختار، وهو المختار. الحكم الخامس أنه لا يكره أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد، أنه لا يكره أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد، يغترفان منه، يغترفان منه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، أي نأخذ منه الماء بأيدينا، أي نأخذ منه الماء بأيدينا. فالغرفة بالفتح المرة من ملء الكف، فالغرفة بفتح الغين المرة من ملء الكف، وبالضم غرفة
اسم للماء الذي يجعل في الكف، وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين: تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه، أي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترف هي قبله تارة أخرى، فهما يتسابقان في الأخذ من الماء. ولا يكره أيضا وضوءهما معا، ولا يكره أيضا وضوءهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل أمته، ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل أمته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وأمته، وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وأمته دون سائر النساء، ولو كنا من المحارم، دون سائر النساء ولو كنا من المحارم. أما الوضوء فيجوز مع غير، فيجوز مع المحارم منهن. أما الوضوء مع المحارم، أما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه المسألة أن الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة، فأما إن كانت امرأته أو أمته التي هي ملك يمينه فإنه يجوز أن يشترك معها في وضوئه وغسله، وأما إن كان غسلا فلا يجوز أن يشاركه إلا امرأته وأمته دون سائر النساء ولو كنا محارم. وأما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم، وأما في الوضوء فيجوز من المحارم دون غيرهن، لأن ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز أن ينظر إليه الرجل الذي هو محرم لهن، لأن ما ينكشف من النساء في الوضوء يجوز للرجل الذي هو محرم لهن أن ينظر إليهن. وأما في الاغتسال فلا يجوز أبدا، وأما في الاغتسال فلا يجوز أبدا. الحكم السادس: أنه يسن لجنب ولو أنثى الوضوء، أنه يسن لجنب ولو أنثى الوضوء عند إرادة نوم، الوضوء عند إرادة نوم، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر أن أباه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا؟ قال: نعم. إذا أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، أي فلينم وهو على جنابته، أي فلينم وهو على جنابته. والرقاد والرقود هو النوم، والرقاد والرقود هو النوم. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما، ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما إذا أراد النوم قبل اغتسالهما، إذا أراد النوم قبل اغتسالهما، يعني أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد أن تنام قبل أن تغتسل فإنه يسن لها إيش؟ أن تتوضأ. وأما إذا لم ينقطع الدم فإنه لا يسن لها الوضوء حينئذ. ويسن أيضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ، ويسن أيضا للجنب الوضوء، ويسن أيضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ، أي
إرادته بعد الفراغ من مثله، أي إرادته بعد الفراغ من مثله، ولم يغتسل بعده، ولم يغتسل بعده، أي بأن يأتي أهله ثم يفرغ من إتيان أهله، ثم تتطلع نفسه لإتيانهم مرة أخرى، فيسن له أن يتوضأ هنا أيضا. ويسن أيضا الوضوء له وللحائض والنفساء، ويسن أيضا الوضوء له وللحائض والنفساء لأكل وشرب، لأكل وشرب، ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهما، ولحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لأكل وشرب. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط، ويكره ترك الوضوء لنوم فقط، فيغسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى ويتوضأ، فيغسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى ويتوضأ، يعني في الأكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء إيش؟ سنة. وإذا تركوه يكره أو لا يكره؟ لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط، فتختص الكراهة بالنوم فقط، أنه يكره أن ينام دون وضوء. والحكم السابع أن مما يوجب الغسل خروج المني من نائم، أن مما يوجب الغسل خروج المني من نائم، ولو بلا لذة، ولو بلا لذة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ومعنى قول أم سليم رضي الله عنها إذا هي احتلمت، ومعنى قول أم سليم رضي الله عنها إذا هي احتلمت، أي رأت المجامعة في النوم، أي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم، والاحتلام افتعال من الحلم، بضم الحاء المهملة وسكون اللام، بضم الحاء المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم، وهو ما يراه النائم. والمراد به هنا نوع خاص، والمراد به هنا نوع خاص، وهو الجماع، وهو الجماع. وأم سليم بضم السين، وأم سليم بضم السين، وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة، وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة، في الكنى أو الأسماء أو أسماء الآباء، أنها جميعا تجيء بضم السين مصغرا سليم، ولم يقع خلافه إلا في راو واحد، وهو سليم بن حيان البصري، وهو سليم بن حيان البصري، فاسمه على زنة فعيل بفتح السين، وهو من رواة الكتب الستة، وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، أي المني الخارج منها، والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أي المني الخارج منها، بأن وجدته في بدنها أو ثيابها، بأن وجدته في بدنها
أو ثيابها. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران، ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران، فلو أفاق أحدهما وجب عليه الاغتسال، فلو أفاق أحدهما فلو أفاق أحدهم وجب عليه الاغتسال، ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه، ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. أما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة، أما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة، ويلزم من وجودها أن يكون دفقا، ويلزم من وجودها أن يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الإرادات وغيره إلا باللذة، ولهذا لم يعبر في منتهى الإرادات وغيره إلا باللذة، فكل خارج بلذة يخرج دفقا، فكل خارج بلذة يخرج دفقا. أشار إلى هذا ابن النجار في معونة أولي النهى، أشار إلى هذا ابن النجار في معونة أولي النهى. والدفق هو دفع الشيء قدما، والدفق هو دفع الشيء قدما، قاله ابن فارس، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، أي بأن يخرج الشيء مندفعا، أي بأن يخرج الشيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة، ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر أو عين أو غيرهما. وإذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل، وإذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه، طهارة المني وجواز غسله وفركه، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ فركه، ولو كان نجسا لم يجزئ فركه فقط، ولوجب الغسل، ولوجب الغسل، لأن فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كلية، لأن فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية. وفرك المني إيش؟ إيش معنى فرك المني؟ محمد إيش؟ قصوا ولا كسروا عينه؟ عبد الله ها؟ حكوا وقرصوا، حتوا يعني كيف حتوا؟ يعني حكوا. عبد العزيز طيب بعضي على بعض، اللهم بارك، ما شاء الله أصول العربية موجودة.
هذه الكلمة لو تذهبون إلى أكثر معاجم اللغة العربية لم تفسر، تذكر فقط تصريفه، وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت؟ لا ما قلت انت، لا في عباره طي او كذا عباره ثنيو، بعضهم ذكر ثنيو بعضه على بعض، بعضهم الذي ذكر الحك ايضا الحك، هذه كلها من المعاني، كذلك ذكر عبد الله، فهذه معاني توجد عند العرب وتبقى في ألسنه الناس. ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع أن معاني العربية أحياناً لا يحتاج فيها إلى نقل، لماذا؟ لأنها مشهورة متقررة في النفوس، وإن كان الناس يجهلون عربية شيء، فمثلاً البخنق، تعرفون اللي يسميها البخنق، البخنق هذا اللي تشدها النساء على رأسها أشعرها، هذا عربي فصيح، فهو معروف باق بهذا الاسم إلى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم أن المعاني التي يذكرها بعض أصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف أو يسكتون عن معانيها، فإنك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى، العجم المسلمين في القرون الوسطى. يعني مثل الفرق الآن ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة، تفزع إلى من؟ إلى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم، لأنهم استحضروا الحاجة إلى بيان معناها فبينوه في كتبهم. ومن هذا ومنه هذا الموضع، ففرك المني أن يغمزه بيده ويحكه، ففرك المني أن يغمزه بيده ويحكه ويحركه حتى يتفتت ويتقشر، حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب، ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. وغسل المني لا يقتضي نجاسته، وغسل المني لا يقتضي نجاسته لجواز غسل المتفق على طهارته، لجواز غسل المتفق على طهارته كالتراب والطيب، كالتراب والطيب فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما، فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح، أصلها القطعة من الأرض، أصلها القطعة من الأرض، تكون على هيئة غير هيئة التي إلى جنبه، تكون على هيئة غير هيئة التي إلى جنبه، أي مع اختلاف بينهم، أي مع اختلاف بينهم، فكان الماء مختلف الشكل والسعة، فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع أن مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها، أن مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها، أو قدرها من مقطوعها، لحديث في فرج، في فرج لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. والشعب الأربع الرجلان واليدان، والشعب الأربع الرجلان واليدان، فالشعبة القطعة والجزء، فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الأربع، فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الأربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل، وغيب
حشفته في فرج وجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المني، ولو لم يخرج منه المني. وبه صرح في اللفظ الآخر وإن لم ينزل، وبه صرح في اللفظ الآخر وإن لم ينزل. ومثله كذلك المرأة، ومثله كذلك المرأة، فيجب عليها ولو لم تنزل، فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان، والحشفة ما دون موضع القطع عند الختان، عند الختان في رأس الذكر، في رأس الذكر. والحكم العاشر أنه يسن الاغتسال بصاع، أنه يسن الاغتسال بصاع، وهو أربعة أمداد. لحديث جابر رضي الله عنه وأنهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع الحديث. ومعنى أوفى منك أتم وأكثر شعرا، ومعنى أوفى منك أتم وأكثر شعرا لطوله وحسنه، لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصب، وقوله خيرا منك بالنصب، ورويت أيضا بالرفع، ورويت أيضا بالرفع، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. فيسن لمغتسل أن يستعمل من الماء قدر صاع ويسبغ به، ويسبغ به. والإسباغ يكون بتعميم العضو بالماء، والإسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا، ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المربع، قاله صاحب الروض المربع: فإن أسبغ بما دون الصاع أجزأ، فإن أسبغ بما دون الصاع أجزأ. ويسن الوضوء بمد، ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزمه من الماء؟ صاع. طيب والوضوء بمد، مو بتوضى وضوء؟ هذا سعد، خمسة أمداد، أربعة إيش؟ يعني أمداد، يعني صاع، يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ صرت مثل سعد. ومن اغتسل غسلا كاملا اندرج مد وضوئه في صاع غسله، ومن اغتسل غسلا كاملا اندرج مد وضوئه في صاع غسله. وإن زاد على المسنون فيهما جاز، وإن زاد على المسنون فيهما جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ولكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. والإسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون حاجة، الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي وعنده قومه، وقول محمد بن علي عنده قومه: هكذا وقع في العمدة، هكذا وقع في العمدة، وليست في الصحيحين،
وليست في الصحيحين، وعند البخاري وحده، وعنده قوم، وعند البخاري وحده وعنده قوم. وأخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقوم جابر، وأخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر، نبه إلى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري، نبه إلى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. وأطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر، وأطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر، فقال: وفي لفظ، وفي لفظ، ولم يعين من رواه، ولم يعين من رواه، وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ، وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ، وأصله عند مسلم، وأصله عند مسلم، فكأن المصنف تسامح في إطلاقه لأجل ذلك، فكأن المصنف تسامح في إطلاقه لأجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث، وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف، مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش يا حسين؟ المدرج في الحديث يعني ما ألحق فيه زيادة وليس منه، ما ألحق فيه زيادة وليس منه، سواء كان في سنده أو متنه، سواء كان في سنده أو متنه. ومن أشهر وجوه الإدراج تفسير الحديث، ومن أشهر وجوه الإدراج تفسير الحديث كالواقع هنا، فإن المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فأدرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار البيقوني إلى المدرج فقال إيش؟ إيش؟ المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب، ونكون قد وضعنا الأصل في طريقة الشرح الجديدة، وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان إيش؟ الأحكام، ثم في أثناء ذلك أدرجنا ما يتعلق بالرواية أو ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الألفاظ، وهذا والله أعلم أوفق في مناسبته روح برنامج أصول العلم. وأما باعتبارات أخرى فكل شيء له اعتبار يكون به، وبعد هذا التطبيق عليه فأرجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق أن يمدني به بأن يكتبه ويضعه هنا، أو يعطيه أحد الإخوان يوصله إلي، أو يأتيني في أي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في آخر هذا الدرس أني أنبه إلى أمرين يتصلان بما ذكر في المجلس الأخير، وهو مقامات الدرس العلمي. أحدهما أن تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال، هي صفة الكمال، والمجزئ منه المقام الثاني والثالث، والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه أن ينظر في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له أن يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث. ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بإيش؟ بحال الدرس، فقد ضاع عليه درسه. ومن فاته المقام الثالث فقد ضعف أخذه
العلم. فمن ضاق وقته وأراد أن يقتصر فيقتصر على الثاني والثالث، والإتيان بالأول أكمل له وأنفع. والآخر أن ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق بمراجعة الدرس محله الدرس الماضي فقط، فلا يراجع درسين ولا ثلاثة، ويقتصر على مراجعة الدرس الذي أخذه في المجلس السابق، وهكذا يستمر في كتابه حتى تنتهي السنة الدراسية عادة. فإذا توقفت السنة الدراسية عادة وأتت الإجازة الصيفية فإنه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا وفهما، فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ، وهذا آخر